اجابتها، يعني لا اضحك على نفسي. حكومه جابتها هاي الاحزاب اللي هي نفسها جابت حدا، جابت حدا العبادي، جابت بكلهم. صح لا مو صحيح. تجون تحكون علينا بكم سالفه، والله ما عنده وكيل، خلصنا يوم كامل ويا اخو عماد. صح لو مو صحيح، يوم كامل قال عماد وقالت مخيدر زين، هذا ما عنده وكيل. يوم كامل ويا جماعه كمامات. صح لو مو صحيح، هذا ما عنده وكيل، هذا يريد يمشي دوله. عيب هاي السوالف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خدمة الواتساب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن يعني حقيقة الشخصيات التي تأتي لتسلم حكم العراق بمنصب رئاسة الوزراء، وتحديدا الآن مصطفى الكاظمي بعد أن ظهر مؤخرا وهو يزور مقر هيئة ميليشيا الحشد ويقوم بارتداء زيهم، وهي كأول مرة يقوم بها أي رئيس وزراء من هذه الحكومات المتعاقبة بارتداء زي هيئة الحشد الشعبي الميليشيات. ويعني دعونا نشاهد بداية هذه الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر كما تشاهدون فالح الفياض ومصطفى الكاظمي وبخلفهما العلم العراقي وكذلك علم ميليشيات الحشد. يقوم بعد ذلك في صورة أخرى وستظهر وهو يرتدي زي الميليشيات. إذا سمحتم تعرضوه لنا، هل جاهز الصورة؟ هذه صورة طبعا هو يتسلم الزي، وفي صورة أخرى وهو يقوم بارتدائه. طيب، هذه الصورة طبعا ومصطفى الكاظمي يقوم بارتداء زي الحشد. وفق الدستور الموجود الذي وضعه الاحتلال والذي وافقت عليه هذه الحكومات المتعاقبة والأحزاب، وقامت بالدفاع عنه والاستقتال والاستماتة بالدفاع عن هذا الدستور الذي وضع في مادته التاسعة، أولا الفقرة باء تحديدا، يحظر تشكيل أي فصيل مسلح يعمل خارج إطار الدولة، وكل ما يحظره الدستور فهو باطل بالأساس، وبالتالي هذه الميليشيات هي أيضا باطلة بالأساس. كيف تتعامل معها الدولة؟ ولماذا تعترف بها رئاسة الوزراء؟ وماذا يعني أن يزور مصطفى الكاظمي مقر ميليشيات الحشد التي ساهمت بشكل كبير في سفك دماء العراقيين وتدمير المدن التي شهدت عمليات عسكرية وكانت مؤسسة أصلا على أسس طائفية؟ كيف يقوم بزيارتها وبالتعامل معها بهذه الطريقة؟ وأيضا موضوع ارتداء الزي وموضوع أنه بهذه الزيارة هو أيضا يكشف طبيعة علاقته مع الحشد، و كما يقول المراقبون هو مؤشر على تبعيته لهذه الميليشيات. طبعا اليوم تم اغتيال الناشط والمحامي داود الحمداني في محافظة ديالى على يد ميليشيات، والمصادر الصحفية قالت إن ميليشيات مسلحة اغتالت المحامي الحمداني في قرية نهر الشيخ التابعة لناحية العبارة شمال مدينة بعقوبة، وأضافت أن الحمداني اشتهر بدفاعه عن المظلومين القابعين في السجون الحكومية على نفقته الخاصة. مشاهدينا الكرام، تقريبا بمعدل 90% من الميليشيات الموجودة في العراق هي تتبع الحشد الشعبي، تتبع هذا التشكيل الذي خرج تحت شعارات وهمية حقيقة، والواقع كان شيئا يختلف. وهذه الميليشيات التي تعمل والتي تتشدق بمصطلح الحشد الشعبي وأنهم هم المقاومون المدافعون، هذه الميليشيات هي التي تقوم بعمليات سفك دماء العراقيين بهذه الطريقة التي نشاهدها، كما شاهدنا العصائب وهي تغتال المتظاهرين في بغداد وغيرها من المحافظات وسرايا السلام وغيرها من هذه الميليشيات التي كانت دائما وأبدا تتحدث عن انتمائها للحشد وولائها له وأنها جزء من هذا الحشد المقدس كما تصفه، وبالتالي هي مسؤولة عن ما يحدث من انتهاكات وجرائم وقامت بارتكابها طبعا ضد العراقيين المتظاهرين كانوا أو غير المتظاهرين. إن كان مصطفى الكاظمي يسعى
لمحاسبة قتلة المتظاهرين كما يقول، وكما يحاول أن يوصل هذه الرسالة إلى الشارع، فكيف أن يضع يده بيد هذه الميليشيات المتهم الأول في أعين جميع العراقيين على أنها المسؤولة عن الانتهاكات والجرائم التي تحدث تقريبا في كل مكان في العراق الآن، بعد أن انتهت العمليات العسكرية مع داعش، وحتى ذلك قبلها عندما فعلت انتهاكات في محافظة الأنبار، في محافظة صلاح الدين، في محافظة نينوى وديالى وغيرها. ديالى كما هو معروف للجميع منظمة بدر، ميليشيا بدر تسيطر على محافظة ديالى بشكل كبير، ومحافظة نينوى كذلك هناك ميليشيات تابعة للحشد، وفي صلاح الدين وفي الأنبار، تقريبا في كل المحافظات العراقية هناك ميليشيات تتبع للحشد وتقوم بانتهاكات كبيرة. ومن ضمن هذه الانتهاكات دعونا نشاهد في محافظة نينوى اللواء 30 في ميليشيا الحشد، الحشد الشبكي كما يسمى، دعونا نشاهد كيف يتعامل مع الأطفال وكيف يتعامل مع العراقيين بهذه الطريقة، بموضوع إهانة وإذلال متعمد للأطفال العراقيين. كما تشاهدون طبعا أخفينا الصور الأوجه حقيقة، يعني حرصا على واحتراما طبعا لهذين الشخصين ولذويهما، أطفال يتم إهانتهم بهذه الطريقة وإذلالهم بهذه الطريقة وتعذيبهم بهذه الطريقة والاعتداء عليهم على يد اللواء 30 في ميليشيا الحشد، الحشد الشبكي والذي يقاد من حنين قدو، بهذه الطريقة في محافظة نينوى. طبعا يتم التعامل معهم كإرهابيين، وهذا ينطبق على كثير من الحالات حقيقة، طالما أعطيت هذه الصلاحيات لهذه الميليشيات فهي ستفعل أكثر من ذلك أيضا. معنا اتصال، السيد أنس من بغداد، تفضل يا أنس. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، بالنسبة للموضوع أحب أجد لا يعرض على النقل. أكو نعم. الحشد ينقسم قسمين، أصبح من قراءة المشهد أن القسم الأول اللي هو خرج بالدفاع عن الوطن، وهذا واللي أبقى واللي ضحى واللي هذا الشيء، هذا الفئة احنا نحترمها وهذا الشيء ما عندنا مشكلة وياهم. بس الموضوع الثاني اللي هم اللي يسمون نفسهم فصائل المقاومة، هذول اللي ركبوا اسم الحشد وسلبوا وقتلوا وخطفوا باسم الحشد، تمام. هم هذول نفسهم اللي يقومون بأعمال قرلقة ويسيئون سمعة المؤسسة العسكرية وسمعة الحشد. هاي النقطة لازم نتفق عليها بالبداية. طيب بس انا اضيف لك شغله يا سيد انس، اضيف لك شغله بس شيء بسيط، انه احنا يعني نتفق مثل ما حضرتك تقول، احنا هاي النقاط نتفق عليها. هل تتفق معي انه اللي يرد بالدستور اللي وضعته الحكومات اللي بعد الاحتلال هو المفروض اللي يتم تطبيقه على ارض الواقع؟ الا تتفق معي بهذا الكلام؟ اي نعم نعم اخي. الماده احنا نقول بالضبط الماده التاسعه تحظر تشكيل الميليشيات خارج إطار الدولة. نعم، إذن نعم. كل ما هو مشكل خارج إطار الدولة هو غير معترف به حتى لو تمت عملية الاعتراف به فيما بعد، فهو فصيل مسلح خالف في تشكيله المادة المنصوص عليها في الدستور الذين هم وضعوه، يعني المفروض هم الذين يحترمون المواد التي وضعوها. احنا إذا نتكلم بشكل عام يا أخي الكريم عن موضوع حمل أشخاص للسلاح نعم. وغير قانوني، تفضل. نعم أستاذ عمر، خلي كدك على المادة 9 بها الفباء. اللي فباء طبعا المخالف من المادة في دستور جمهورية العراق تقول هي مادة طويلة توصل لك فيها، لا تكون القوات الأمنية أداة لقمع المتظاهر لقمع الشعب. وطبعا هذه النقطة هم خالفوها حين بعثوا قوات مكافحة الشغب على المواطنين واعتدوا عليهم وقتلوهم وصار اللي صار كلنا نعرفه. والنقطة باء يقول تحضر تكوين ميليشيات عسكرية مسلحة خارج أطار القوات المسلحة. نعم. تمام لا؟ هذه نص نص صريح واضح بدستور جمهورية العراق اللي هم واضعينه. بس المشكلة وين؟ المشكلة اللي يخلي القانون مدى يحترم القانون. هاي نعم. المشكلة. نعم. اللي يشوف نفسه فوق القانون. يعني أستاذ اكو نعم. اكو يعني هو اصلا بس 14 لما صوتوا على الحشد المفروض ما يصوتوا بهذه الطريقه. حتى المرجعيه الدينيه لما قالت يتكون ضمن الجيش والشرطه، تمام لا؟ هم بهذه الاثناء اراد ما ارادت ان تكون ظهيره او رديفه للحرس الثوري الايراني. هذا نعم. شيء طبعا واضح ومعروف. سيد انس، انت قلت في بدايه الكلام، حضرتك قلت في بدايه الكلام انه الحشد
من وجهة نظرك مقسم إلى جزئين، جزء شباب خلينا نسميهم كما معترف عليه تم إرسالهم إلى محارق العمليات العسكرية بلا تدريب بلا تأهيل، ناس تقول تطوعوا. طيب الجزء الثاني اللي بقى حاليا واللي يحمل أعلام الحشد ويحمل سلاح الحشد وهي المنظومة هي الميليشيات اللي تشكلت واللي انضمت إلى المؤسسة اللي اسمها الحشد اللي هي يرأسها فالح الفياض وهادي العامري وقيس الخزعلي وغيرهم. اي نعم. لما يروح مصطفى الكاظمي المقرهم ويلبس لبسهم ويسلم عليهم، شنو معنى هذا الكلام وهو رئيس جهاز امني ويتعامل مع ميليشيات؟ اوكي، خلي انوه لك على هذه النقطه. النقطه هذه بالاساس انه اذا لاحظت اليوم خلال دققت بالصوره ان الصوره من قسم قسمين. القسم اللي جلس مع باتجاه صالح الفياض هؤلاء هم فصائل اللي يسمون نفسهم مقاومه، هم ذول اللي يركبوا. والقسم الثاني على جهه مصطفى الكاظمي هم ذول حجز المرجعيه. طبعا انا من احكي لك ما دافع عن احد، بس هذه يعني اقراء للمشهد سريعه. اللي صار شنو؟ المفروض اليوم بعد الشبهات اللي تكونت عن صالح الفياض لما قمعنا احنا كمتظاهرين وقمع وقتل وما اعرف شنو، وهو بيده جهاز الامن الوطني، طبعا هذا الشيء معروف. المفروض ان هذه خطوطه اصلا مستفزه للمتظاهرين الصراحه. هذه مستفزه. المفروض ان اول عمليه يقوم بها هو حصر سلاح بيد الدوله، السلاح من فلته، ميليشيات تستخدم سلاح، عشائر تستخدم سلاح، وكثير من فئات المجتمع اللي تستخدم سلاح غير مبرر به. واذا نشوف هذه كل العمليات وكل الجرائم اللي تصير بواسطه هذا السلاح المختلف. أنا أشكرك يعني يا سيد أنس، وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك، أعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. السيد أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي. أبو علي موجود؟ أبو علي من بغداد فقدنا الاتصال. السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، حياك الله. تحية لك وتحية البنات، تحية الكادرها، تحية للشعب العراقي. بالنسبة لزيارة مصطفى الكاظم على أساس رئيس العراق أو رئيس وزراء العراق لا شرعي، هي تجمعهم خدمة واحدة مع الميليشيا، هي مناتك لهذا الرد. هذا هو أصلا، هو من سقوط النظام الوطني هو لعب دور خياني مع الميليشيات، والميليشيات هو يعرفه ويعرف لمن أسست. هي الميليشيات هي لتدمير العراق، وأكبر دليل محصولات العراق الزراعية وكل شيء، وهي تختصف وهي أم أي حكومة تأتي بالعراق. تناصر الميليشيات الإجرامية هي حكومة لن يفترض النجاح، وكل يعرف هي مجرمة. هو يحاول يغطي على الميليشيات جرائمها التي هي في المجتمع، في المنظمات الدولية بدأت تظهر أسماءهم، وهو يحاول أن علشان يغطي على المجرمين، وهي سوف يتحاسبون كله. وبالنسبه للكاظمي لا يغير، له هو مرشح الميليشيات، وهو لن يتغير شيء بالعراق، هو سوف يرتكب جرائم اكثر من الاول المجرم الثاني. وتحيرك. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه. معنا السيد ابو علي من واسط، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا حبيبي الشيخ، حياك الله. ان شاء الله وصيام مقبول ان شاء الله. علينا اجمعين ان شاء الله. الله يحفظك. استاذ محمد اكفد موضوع ابي نولك عنه اذا ما تسمح لي. تفضل. بالنسبه للفصائل الحج الشعبي هي ارتباطها بالمرجعيه. طيب. وارتباطها بايران بالدرجه الاولى، ودعم خارجي من ايران بالنسبه للحج الشعبي. نعم. فقط هسه مو حكم ولا دفاع عن سرايا السلام، سرايا السلام ما ارتباطهم بايران، ارتباطهم بالزعيم مقتدى الصدر الله يحفظه. طيب. سرايا السلام واجبهم فقط بس عتبات المقدسه، سامره وغير سامره. طيب. وبالنسبه لهاي ساحات التحرير وباقي المحافظات المرافقات، الحكومه بالنسبه للعبادي وقبل العبادي والهسه الكاظم اللي صار، ما في تحقيق مطالب المتظاهرين. نعم. يعني اكو خريجين قاعدين ما حد جاي ينفذهم مطالب. نعم. يعني هم هسه قاعدين بالكابينه وجاي يداسون بيناتهم وجاي يتناقشون بيناتهم، يعني معقول هسه الشعب هذا ما يعرف شنو مصلحته، ما يعرفون شنو مصلحه الشعب، ما يعرفون الشعب طلبه قاعدين، ناس يعني لا حول ولا قوه، شغل ماكو، قاموا يعني من معامل قاعده،
مصانع سيد ابو علي المصانع ما يشغلونها ما يشغلونها حتى يشغلون هاي الشباب وشوف بعد ما حد يطلع المظاهرات. سيد ابو علي عندي كم سؤال لحضرتك اذا تسمح لي حتى نتناقش فيها. تفضل. النقطه الاولى حضرتك قلت انه الحشد سرايا السلام ما عليها بالحشد، هي تتبع للسيد مقتدى الصدر مثل ما قلت. نعم 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 نعم. طيب احنا اصلا بدنا نقول انه ليش اصلا يتشكل فصيل مسلح يحمل السلاح ويعمل خارج اطار الدوله؟ يعني هذا الشيء غير قانوني اصلا، وجوده بالدستور هو غير قانوني. خلي اولا استاذ محمد، الدوله فوق كل شيء. طيب الدوله فوق كل شيء. أي؟ قانون الدوله فوق كل شيء. السلاح اول ما تنوى سماحه السيد مقتدى الصدر تنوى السلاح تحت علم الدوله. هذا الكلام بس كلام كان يا ابو علي، وعد لكن لم يتم التطبيق. خلينا خدمك استاذ محمد. داخل يوم قبل حوالي 6 أشهر مو اكثر او 5 أشهر اتصل تعرفون عن التلفاز. تعرضوا بعض المنيشات الوقعه تعرضوا للمتظاهرين واللي حماهم حمار سرايا السلام قبعات الزرقاء العفو. هذا كلام غير صحيح. ابو علي مقتدى الصدر طلع، اسمح لي، مقتدى الصدر طلع بالتلفزيون بلقاء وقال انا ذولا سويت لهم جره اذن وقال له وسال المقدم البرنامج قال لي يعني حترجعون البطه وغيرها، قال له البطه وهواي شغلات. يا اخي كلام ما يحتاج الى تفسير يا ابو علي، انت رجل فاهم وواعي. شنو يعني جره اذن؟ يعني من هو، بس اسمح لي، من هو، مع احترامي انت يعني رجل واضح من كلامك انه انت ربما يعني مناصر او تابع او يعني انت ما لي علاقه بك، ما احكم عليك، لكن قصدي باي وجه حق يتعامل مقتدى الصدر وتحت اي صفه انه يتعامل ويا الناس بهذه الطريقه ويقول اسوي لهم جره اذن؟ هل تعلم يا سيد ابو علي ان اساس تشكيل الميليشيات في العراق الأبي على قولتهم أنتوا تقولوها ببغداد هسه بالعامية، الأبي المصدر هو مقتدى الصدر عن طريق جيش المهدي، كلهم قيس الخزعلي، واثق البطاط، كل ذول الأسماء اللي سووا ميليشيات طلعوا من جوا إيده. زين اسمح لي أسألك سؤال أستاذ محمد، خلينا خدمة. تفضل. مع اعتراضاتي لك طبعا أنا أحكي لك يعني بالعامية أو أحكي لك على حسب يعني تفضل. اليوم الانسان لا تربيه ببيتك. اي. تربيه ببيتك ياكل من معونك مع احتراماتي لك ويبز بمعونك، هذا شو اللي حكمك عليه؟ شو يسوي له؟ انت تريد تصير مثل اعلى وقدوه للاخرين. اول شيء انت تصلح من نفسك يا ابو علي، كم مسؤول فاسد بالتيار الصدري يا ابو علي؟ استاذ محمد، اول صراحة السيد مقتدى الصدر الرجل ما قاعد ولا ساكت، كل انسان ساء للشعب وساء للتيار وساء للسرايا السلام، الرجل طلعها من التيار براهم من عده ما خلاه جوا جناحه. هذول كلهم قيس الخزعلي او هذا باقي المنيشات ووافق البطاط وغيره، هذول كلهم بس جو معهم مقتدى الصدر وطلعوا من التيار الصدري. بس بيعملون كلهم بنفس الاتجاه، بيعملون بنفس الاتجاه، الاتجاه اللي هو الوقوف مع السلطة ضد الشعب، وهذا أكبر دليل اللي شفناه أنه الناس بالشارع، المتظاهرين بالشارع قاموا يهتفون ضد مقتدى. لو المتظاهرين قاموا يهتفون ضد مقتدى يا أبو علي. تعرف رأس الحرم ولا رأس الهرم؟ شلون؟ رأس الهرم تعرف من هو؟ والله العلي العظيم خراب البلد وخراب اقتصاد البلد واقتصاد دمار العراق هم سببها ايران، والميليشيات اللي كانت على ايران هي سبب خراب العراق. اقسم لك بالله العلي العظيم، ايران ما تريد العراق يزرع الخياراية طماطية ما يخليه يزرعها. طيب زين، انا يا سيد ابو علي وقته. سيد ابو علي انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. لك كامل الحق أن تدافع عن ما تريد أو عن الشخص الذي تريد، أنت حر وجدا محترم. أيضا أشكرك للمشاركة، أسلوبك أيضا كان أسلوب محترم في الطرح وكذا، لكن نختلف بوجهات النظر. طرحك عن مقتدى الصدر يخلفك عليه الكثير من العراقيين. تاريخ مقتدى الصدر معروف بالنسبة للأعمال التي قام بها في فترة 2005 إلى 2007 وهذه الحرب الطائفية التي اشتعلت، وكيف أن جيش المهدي قام بقتل وسلب وتشريد عوائل وعراقيين،
ومن ضمنهم حقيقة المتحدث، يعني جيش المهدي سطى على منزلنا في بغداد وسيطر عليه وذهب بلا حقيقة، بلا حق ولا قانون، ولا وحتى هذه اللحظة لم أحصل على حقي، فما بالك بكثير من العراقيين الآخرين. هذه جزء من أفعال مقتدى الصدر ومن تصرفات مقتدى الصدر. وفي ثورة تشرين يتحدث عن جرة إذن وقرصة الإذن، معلوم محليا ماذا تعني هذه الكلمة وكيف هي، كيف هو وقعها على العراقيين عندما يسمعوا بهذه الطريقة أن شخص يتحدث. ثم النقطة الأهم هو بأي وجه حق أصلا وبأي قانون المفروض مقتدى الصدر أو غيره من الأشخاص يحملون السلاح ولديهم أفراد يحملون السلاح ويثيرون الذعر بين الناس في سبيل أو تحت شعار أحمي المقدسات. المفروض الدولة الحقيقية المحترمة عندها جهاز أمني، جيش وشرطة، هي التي تتولى مسؤولية حماية الأماكن المقدسة الدينية وغيرها، وليست مسؤولية مقتدى الصدر أو مسؤولية أي شخص آخر بالعراق تحت أي مسمى المفروض. لكن بالعراق نرى الوضع على ما هو عليه الآن. أبو فيصل من بغداد تفضل. أبو ياسين من ديالى حياك الله تفضل. حياك الله يا محمد. الله يسلمك. أخ أبو علي، هو مقتدى الصدر احتراف كامل، برنامج الشرقية ساعة كاملة، وقال جالسين وقال حصلوا الدولة وقال شاف صوتكم من سما وتحدث وقال ما يمر رئيس الوزراء ما وقع له مقتدى. صحيح. يعني هذا عيب. بعدين هو مقتدى الصدر وجزء كبير من الدولة، يفترض يكتفي بوزارة الدفاع والداخلية، ما في داعي للميليشيات. نعم. أما العتبات المقدسة هو مو حامية، لا. هم تقاسم، هو المركز يقسم العتبات المقدسة على المدة الإيرادات مال العتبات المقدسة. نعم. هو مقتدى أكبر ميليشياوي وأكبر كذا الإنسان، هو اللي دمر العراق من 2004 وزع بالشعب العراقي. كمل السنة بلش بالشيعة، فهذا لا تنفع العالم. أما اللي من يقول قسم الحشد إلى قسمين، لا، ماكو قسم طلع دافع عن الوطن، بل ما صار شيء. طلعوا يفرزون يقولوا قتلون، وين هاي أولادنا المغيبين؟ وين ناس القتلى هم داعش؟ حتى جاب لها بقر، جاب لها معد، ما خلوا ما جابوا نقلوا من اراضي اهل السنه بقر ومعد سيارات واليات واثاث وما خلوا، هذا هاي كذوبه. ولو فعلا السيستاني هو اللي داعم للحشد يفترض هو من قال الفتوى ينضمون تحت مظله الدوله، تحت امام وزاره الدفاع، اليوم هي متفرعيه، هل سلم الوزير رئيس الوزراء يروح اليوم مو معناته خاونه، مو معناته يخاف من عندهم، مو معناته هو مرتاح من فوق الشعب. هذا قبل هاي بعد عن دخول كافي مقتدى ولا خير مقتدى، ناس ميليشيات، ناس موجهين من قبل ايران تذبح بالشعب. يا طيب لما قضيت على المحافظات السنيه اليوم بيجوا يشوفوا تسع محافظات مرتبطه ضد الحكومه، ما في داعي حكومه، في هذا التعذيب هاي اللعب والخداع. هاي اليوم الناس الشعب قاعد تقتل 100 وكافي تحكم واحد قدام وبعد هي كافي اليوم تحكم من عذر يبعد الشباب، هاي اسمه شباب صار ابطال احرار. شباب كلهم عمرهم 22 انتم راحوا عن دفاع الوطن، قاعد تقتلهم الوقت، قال خلينا اقل اسمع لي صارين مع الربحه، رفع ناس اوقات، رفع غدر وخيانه، اليوم مستعمل بواردات فلوس الدوله، ايش معنى هذول الثوار اللي يدافعون عن العراق يقتلون، واذا ابو الشوارع يضرب الشوارع، ليش ما انتم متعيد؟ انا والله العظيم ما راتي الدوله ولا راتي المرجعيه ولا احترم، لكن هذا عويل النساء. نساء امهات الشباب المغيبه، زوجات الشباب المغيبه، اطفال الشباب المغيبه، وينهم؟ اكثر من 10,000 مغيب من اهل السنه وينهم؟ لمن اذا هو صحيح، اذا هو يقول هو صاعد وصاعد القول، استاذ يقول السنه انفسنا، طيب؟ نعم. دول انفسنا كلهم، هاي الشباب اللي مغيبه بالسجون، بالسجون الميليشيات، ما تسمع عن عوين النساء وين؟ ما تسمع عوين امهاتهم اطفالهم؟ لكن انت ناس مرتزقه جابتكم ايران. شكرا يا ابو ياسين، شكرا يا ابو ياسين، شكرا شكرا جزيلا. طبعا ذكر ابو ياسين عن الموضوع المفقودين والمغيبين على يد، وطبعا يقع على يد كثير من الميليشيات اللي تنضم تحت ما يسمى الحشد او غيره. تتحدث منظمة هيومن رايتس ووتش عن اعداد المفقودين والمغيبين في العراق وتقول بان الرقم قد يصل من 250 الف الى مليون شخص. وطبعا أيضا بحديث المنظمة عن الجرائم والانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحشد، إبان العمليات العسكرية مع داعش في العراق والتي تم تدمير مدن كبيرة وتم تهجير ملايين النازحين، ملايين العراقيين من منازلهم جراء هذه العمليات، قارنت منظمة هيومن رايتس ووتش بحجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الحشد الشعبي
أو هذه الميليشيات وقارنتها مع داعش. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أن جرائم ميليشيات الحشد ترتقي لأن تكون بقوة أو ربما أكثر قوة وأشد قسوة من جرائم داعش اللي ارتكبها بالعراق. وهذا الكلام أيضا كان على لسان منظمة العفو الدولية التي طالبت كثيرا بفتح تحقيقات تجاه الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحشد الشعبي. وكذلك الأمم المتحدة تحدثت عن توجيهات كانت تعطى أو تحذيرات إلى الحكومة وقتها حكومة العبادي بفتح تحقيق أو فتح ملفات انتهاكات الحشد في المحافظات التي شهدت العمليات العسكرية. كيف بمصطفى الكاظمي أن يلتقي بهذه الميليشيات ويقوم بارتداء زيها بدل أن يقبض عليها ويبدأ بالتحقيق معها بالجرائم والانتهاكات التي قامت بارتكابها؟ هذا هو السؤال. السيدة أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك من قناة الشريف على كل العراق الفريق. أهلا وسهلا. أستاذ يا سبب المشاكل في العراق منو؟ هو كله مصطفى الصدر، هو الأول والآخر. كل المشاكل السياسية من مصطفى الصدر وسرايا الإسلام والحشد. طيب. أول شيء هو اللي يثبت الوجود الإيراني وافق على الوجود الامريكي من 2003 ولحد الان. نعم. حتى رئيس الوزراء استاذ اذا ما يوافق هو على انتخابه ما يقومون باي عمليه اختيار رئيس وزراء اخر. نعم. بالاضافه الى هذا ليش انه مصدر الصدر؟ ليش نسينا السوالف؟ نسينا القتل اللي قتلهم اهل السنه في السده وكلهم ذبحهم. وقسم المحافظات السنيه عن طريق الحشد وعن طريق سرايا السلام. نعم. من الحشد؟ الحشد كله ايراني، كله حتى سرايا السلام. من القبعات الزرق اللي نزلت في ساحه الاعتصام ساحه المتظاهرين اللي قتلوا المتظاهرين؟ استاذ احنا يعني بنشوف ان الوضع اللي في العراق وسوريا واليمن ولبنان هو فشل السياسه الشيعيه اللي موجوده في هذه الدول لانها مشهوده من قبل ايران. وهي بعيده عن الشيعه العربيه الاصيله اللي هم يتظاهرون في الوقت الحاضر في شوارع العراق. نعم. انزل مطالبه بخدمه الشعب العراقي. نعم. ليش هو مصطفى الصدر يعني ضرب اي مثلا عارض عمار الحكيم وتصرفات عمار الحكيم، عارض الفاسدين اللي قاموا بعمليه سلب الاموال العراقيه، حارب الصالات القمار والشغلات الاضاحيه اللي صارت في العراق، حاربوا الفساد اللي موجود بالعراق، يعني كل هذا كله من جماعه مصطفى الصدر. فهي فشل السياسه الشيعيه مع احترام الشيعه العرب الاصل ولا والله العظيم. ترى كل هاي المشاكل اللي صارت كل القضاء على المكون السني. شنو معنى يا ام عبد الله؟ وباختصار اريد رجاء لان عندنا ناس تنتظر، شنو معنى انه مصطفى الكاظمي يتعامل مع الحشد، مع هاي الميليشيات اللي عمرها ما استمعت الى اي توجيه من احد القيادات العامة القوات المسلحة من العبادي ووصولا الى الكاظمي؟ ما سمعت كلامهم ولا اهتمت لهم ولا اهتمت لقراراتهم. شنو معناها انه يروح يلتقي بيهم ويتكرم منهم بهذا اللبس او يرتدي الزي العسكري منهم اللي هو تابع للحشد ويحط ايده بيد قادات ميليشيات يعملون خارج اطار الدولة؟ شنو معنى هذا الكلام اذا هو فعلا مثل ما دا يقول يريد يحاسب قتلة المتظاهرين ويريد يرجع البلد الى الطريق الصحيح؟ استاذ هو من ضمن الشلة السياسية اللي جاتني في 2003، يعني تصور راح يبدل عن قرارات مقتضى الصدر وقرارات الحكومة وقرارات السياسيين والأحزاب اللي موجودة والمرجعية ان هم مسيطرين على الحكم. ترى ماكو اي تغيير استاذ، ما تقول اكو تغيير في العراق ما دامت هاي الشلة الموجودة اللي ضربت الشيعة العرب وضربت السنة. لهذا يعني الا عن طريق القضاء يعني او الثورة او الانقلاب. طيب. العسكري. شكرا جزيلا يا سيدة ام عبد الله. سرحان من كربلاء تفضل يا سرحان. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا هذا الطاغية الدكتاتور سوى من جرائم بحق اهل السنة في سامراء.
ما زال دمر البيوت، دمر بيوت الناس وفجر الجوامع والمساجد. من هو من هو هذا؟ من مقتل الصدر، هو مقتل الصدر اللي تتحدث عنه. نعم. هو هذا، هو هذا الطاغية المجرم ارتكبت ميليشياتها التابعة إليه في سامراء، ما زالت ما زالت بيوت الناس وما زالت المشافي مدمرة على يد هذا المجرم، على يد هذا الطاغية عبيد خاندي. هو هذا ارتكب المجيد المجيد من التهجير بحق الناس من أراضي السنة في سامراء، ما زالت. أما في الموصل عندما أثناء الحرب على داعش في الموصل ارتكبت ميليشياتها هذا كذا المجرم الحرب بحق أهل السنة في الموصل. أي نعم. وهذا هذا يعني هذا ارتكب العديد من الجرائم من خلال الميليشيات المجرمة السفاحة. وضحت الفكرة سرحان. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا للمشاركة. أبو فيصل من بغداد تفضل. أستاذ محمد الله يسعدك. الله يسلمك، حياك الله. أستاذ محمد بالحلقة الماضية قلت لك الملالي سنة 2020 سينتهون. نعم. ملالي إيران ستنتهي. نعم. والميليشيات بهذه المرحلة سينجلون. نعم. كيف السياسة لها لها معطيات ولها تحليل ولها استنتاجات. نعم. احنا نقرأ من معطياتنا واستنتاجاتنا للمشهد. نعم. الميليشيات اللي شنت سنة 2003 اللي جابها بريمار هي مو مجموعة، هي حسبة سياسية، هي حسبة ميليشياوية. هاي الحسبة خلي المشاهد يسمعني لانه انا على دراية بهذا الموضوع. هذول الميليشيات كانت سبع ميليشيات جابتها الامريكان، البكتة والاكتة وال احنا ابو فيصل، ابو فيصل حتى بس لا حتى ابو فيصل حتى لا لا بس حضرتك اسمح لي. نعم نعم، بس حتى لا نطول بالنقاش، احنا خلينا بالوقت الحاضر. يعني هذا التاريخ تقريبا اغلب الناس يعرفه. نعم تفضل. نعم. فهم ان شاء الله. انا اقول لك انه قدام الكاظمي. نعم. قدام الكاظمي طريق طويل، وهذا الطريق انه صعب تفكيك هاي المنظومه. نعم. ترد على خطوات، ولكن هو تحت سقف الامريكان ترى بيشتغل. خلي اسمعني من عندي وخذ من عندي، خلي يسمع الشعب، ما لنا علاقه احنا لا تغيير، لا تغيير ياتي اذا مو من الامريكان. الامريكان هم مثل المصريين على قولة المصري يقول هو شبكنا يخلصنا، هم اللي جابوا وسلموا العراق لإيران، هم يخلصونا من إيران. يعني انت تقول قدام الكاظمي فرصه. لا لا لا، طريق طويل. يبدا الطريق من وضع يده بيد الميليشيات، هكذا يبدا الطريق. هو امريكا هي القادره تقضي عليهم. استاذ اقول لك هسه انا في منطقه من زاويه صغيره بها فرقه ميليشيات، هذا العراق مظلوم لهم من الميليشيات والتبعيات لإيران. استاذ محمد انت عراقي وتعرف انت تدري كل دربونه بالعراق بيها فد 10 20 واحد بالميليشيات. نعم. تدري كل دربونه بالعراق عندها 40 50 يروحون دورات في ايران. تدري ايران شو تخرج الداعش وتخرج الميليشيات، معسكرين يفصلهم بس النقاط المرابات تفصلهم بايران. نعم. يخرج داعش ويخرج ميليشياوي. نعم. ويجيبهم يذبهم بالعراق ويذبهم بسوريا ويذبهم بالجسمه. نعم. ويتقاتلون مع بعضهم ويطببوهم على طريق النخيب وعلى طريق الجسمه. نعم. انا كل عندي على درايه، بس انا هذا الوقت لكون تستحلي انه اقدر ابين لك انه كيف يحصل. نعم. بالعراق حصل. اشكرك سيد ابو فيصل، اعتذر منك طبعا الوقت ضيق حقيقه وهناك من ينتظر من المتصلين. ناخذ ابو ساره من ديالى وبعد ذلك نذهب الى فاصل. السيد ابو ساره من ديالى تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا نبارك لكم هاي القناه الشريفه. الله يسلمك. بالنسبه للحكومه استاذ محمد. نعم. بالنسبه لهاي الحكومه والحكومات السابقه. نعم. كلها تابعه لايران. احنا ما نفرح بهاي الحكومه ولا بغيرها، احنا نريد حكومه وطنيه مثل الشعب العراقي كله،
تدري جاي يسوون هسه بفيال جاي يحطون بالمحاصيل الزراعيه الفلاح يتعبوا فيني يخرجون بعز النهار. نعم. حتى ايران في السفرات تجينا لنا المواد الغذائيه هي هاي هي هاي يعني هاي 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 الاسلام هاي هي شو؟ نعم. احنا هاي الحكومه ما تخدمنا لا حكومه الكرمي ولا العبادي ولا المالكي ما جابوا لنا غير بس الهلاك والدمار والقتل والتسديد والتهجير. نعم. احنا حتى كنا احنا مهجرين. عندنا ملاك لا نقدر نرجع لها لا نقدر نوصلها. شنو اللي يمنعكم؟ شنو اللي يمنعكم؟ يمنعنا الميليشيات تمنعنا. دور يعني القوات الحكوميه شنو يا ابو ساره؟ دور القوات الحكوميه شنو؟ انه هي المفروض يامن لكم الطريق. ما دور القوات الحكوميه هي ناس متصلها كلها تابعه لايران. نعم. نعم. ماكو قوات حكوميه. روح عليه يقول لك انا والله ما علي ما صار عندي. نعم. ماكو يعني استاذ سيد ابو ساره انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه وضحت الفكره. نذهب الى فاصل قصير الان مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا السيد ابو محمد من بغداد. تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد. حياك الله. اهلا وسهلا. الحمد لله. والله استاذ محمد اسالك سؤال امان الله ورسوله بس اريدك تجاوبني علي انت قدام الملأ. والله ابو محمد انا ما اقدر اجاوب انا هنا اطرح اسئله بس يعني. لا انت 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 عندك معلومات وكل الناس تعلم احنا نعرف الحقيقه بس اسالك جاوبني. من اللي يحكم هسه بيحكم العراق منو؟ والله ابو محمد اتمنى انت تجاوبني انت المواطن اللي عايش بالعراق وتعرف. والله كل الناس تعرف هي الامريكان يحكمون العراق. اما ذولا كلهم عبيد. كلهم عبيد وخدم جوا الامريكان. والايرانيين؟ وهاي امريكا صار 17 سنه تلعب علينا. انتخابات وانتخابات وكل اكلاوات وتزوير وبوق. والايرانيين؟ واضحه واضحه يعني. الايرانيين شنو دورهم؟ الايرانيين اتباع للامريكا. نعم. يشتغلون جوا الامريكا. لعد اكو واحد يجي طائرات. نعم. وسفن حربيه وسلاح فتاك تجي امريكا من عبر القارات وتنط. نعم. العراق لايران. معقوله يعني انت معقول هاي ما حد يقلها. نعم. امريكا تجي تستهل العراق وتنط العراق لايران. بس هذا اللي صار. بس هذا اللي صار يا ابو محمد. هذا اللي صار. وايران وصلت لمرحله تتفاخر بتبعيه العراق لها. ايران مشتركه ويا امريكا باحتلال العراق. نعم. ومشتركه بقتل جيش العراق السابق ومشتركه بقتل تهجير ابناء السنه. الايران الدرجه الثانيه بعد الامريكان. نعم. والضوء الاخضر من الامريكان بتهجير السنه وقتل السنه لان السنه وقفوا امام الامريكان وكبدوهم بخسائر فادحه. الان ثوره تشرين يا ابو محمد، ثوره تشرين اللي شارك بها الان واللي شارك بها كل العراقيين يا ابو محمد، ثوره تشرين الان. هل تعتقد ان هي الحل بالنسبه للعراقيين للخلاص من كل هذه الوجوه الفاسده؟ والله استاذ محمد ماكو حل اذا يصيحون سلميه وهذول لحد الان يمكن قاصدين بالالف. نعم. ويقتلون بعد الف يقتلون بعد الف وهم مسيطرين وقاعدين ورواتب واكل وشرب والامريكان يحمونهم بالطائرات وقاعدات الامريكيه والطائرات الامريكيه تجوب بالجو وتحميهم
فهذول ما يدرون بال، لو يقتلون نص الشعب هم مسيطرين. بس انا بالله اذا ما الشعب يعني يقف وقفه واحده، قلت لك من الشمال الى الجنوب والشرفاء وخاصه العشائر، شيوخ العشائر اذا اكو شيوخ عشائر بعدهم عندهم ذره للشرف، لان شيوخ العشائر هسه اكثرهم انباعوا واشتراهم بالفلوس وبالماده، وقام يخلون ان بكل مكان خمس شيوخ ست شيوخ حتى يسوون بالعشيره شق ويصير مقاتل ويصير حرب، هذا الشيخ تابع لفلان، هذا الشيخ تابع لفلان، وما خلوا الشيخ يعني شريف يحكم العشيره. شكرا جزيلا يا ابو محمد، وضحت الفكره، انا اشكرك للمشاركه. عندنا سيد محمد من بابل، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرك استاذنا العزيز. الله يسلمك، الحمد لله. رمضان كريم ان شاء الله على العراقيين. علينا وعليكم جميعا ان شاء الله. والله كلام هذا هسه الكلام هذا والله كلام صحيح ومنطقي وصحيح الاستاذ، بالنسبه احنا العراق ترى انتهي الله وكيله، ما يرهم له كل شهر بعد، ما ترهم له الا الله بس، الا الله ينحيك احنا بس. ونعم بالله. بس الشعب اذا اراد يا ابو محمد يقدر. لا ينطون عفو، لا ينطون، لا يطلعون سجين، الله شاهد. هاي مخطط على المناطق السنيه، بعده المناطق السنيه ومتفقه هاي الاحزاب هي وايران وامريكا على تدمير العراق وحرق المحاصيل الزراعيه، هاي كلها اتفاقيه من ايران، وبعد ما ترهم لنا كل شارع الا الله. ما اعرف استاذ شلون راح عندي بينا، ما ادري. احنا نازحين صار لنا 7 سنوات، لا حد جانا، لا حد وصلنا، لا حد، لا معوضيننا. انت منين نازح يا محمد؟ انا من جرف الصخر، لا معوضيننا ولا قايلين لنا يا بشوفوا لكم شارع، ولا ابالي ولا هم يحزنون. نعم. من اللي مسيطر على جرف الصخر يا سيد محمد؟ من اللي مسيطر؟ والله استاذ مسيطر حزب الله، هو غير حزب الله مسيطر من جرف الصخر حزب الله. نعم. يعني هذه انا اشكرك يا سيد محمد، شكرا جزيلا سيد محمد من بابل، ليس اول واحد ولا اخر واحد سيتحدث انه يا جماعه ميليشيا حزب الله اللي هي جزء من الحشد مسيطره على منطقه جرف الصخر، وصار الناس صار لهم 7 سنوات مهجرين وما يقدرون يرجعون. مسؤولين قالوها، مواطنين قالوها، انا اريد اعرف يعني حقيقه ذول المسؤولين السياسيين الموجودين بالعراق اللي يستلمون مناصب تنفيذيه مثل رئيس الوزراء، شنو موضوعه، شنو وضعه من العراب لما هو دا يسمع الناس يوميه تقول يا ترى احنا مهجرين صار لنا سنين ما نقدر نرجع، وجرف الصخر صار لها 7 سنين اهلها مشردين وميليشيا حزب الله مسيطره بيها وما حد يقدر يرجع، ولا اصلا اكو مسؤول دا يحكي بهذا الموضوع، وين حكى شنو اللي يقدر يسوي؟ ما القرار الذي تم اتخاذه لاعاده النازحين الى مناطقهم؟ هل تم اعمار المدن التي تدمرت؟ الجانب الايمن بالموصل روحوا شوفوا صاير انقاض غيرها من المحافظات، ما الذي تم تقديمه للنازحين للملايين الذين تشردوا ونزحوا بسبب السياسات الحكومية الفاشلة ومسؤوليتها عن إدخال تنظيمات إرهابية للعراق والسماح بتشكيل ميليشيات طائفية لحمل السلاح وتدمير المناطق التي يسكنها العراقيون؟ فيما تبقى من وقت نقرأ الرسالة الواردة. في أول رسالة لدينا، السلام عليكم، أنا أم محمد من الأنبار، أنا ابني معتقل عمره 19 سنة انحكم 15 سنة بسبب مخبر سري وطلبوا على عليه 5 دفاتر يعني 50,000 دولار، وإحنا ناس على قد حالنا عايشين نطالب مصطفى الكاظمي بالإفراج عن المعتقلين. في سيدة أم محمد بعدها الطالب مصطفى الكاظمي. طيب سيدة أم محمد أيضا تقول الناشد أهل الغيرة والرحم، والناشد سيد الكاظمي رجع لأمهاتنا يرحم الأمهات وينطون عفو عام ويسهل أمر الأمهات يشوفن أولادهن، خلي يسمعونه، خلي يسمعونه صوتهم. في رسالة، السلام عليكم، أنا محمد من الأنبار، أن طالب أستاذ محمد الحكومة الحالية مررت بعد موافقة الأحزاب الفاسدة وميليشياتها، لذلك تقوم بتنفيذ الأوامر الصادرة من الأحزاب وكل تصريحاتها هي أكذوبة، لكن الشعب بات يدرك خطط هذه الحكومة وميليشياتها. في رسالة، رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري منذ 3 أيام النفط العراقي لا يوجد له مشتري بالرغم من مفاتحة العراق لشركات هندية بسبب زيادة المعروض، العجز المالي في الرواتب سيبلغ 34 تريليون دينار إذا بقت أسعار النفط على حالها، النفط العراقي يباع ب 15 دولار، يعني هذه تصريحات لمسؤول. في رسالة لدينا، ولاء تقول، السلام عليكم تحياتي إليك، عن الشخصيات السياسية مع تقدم الاجتماع أصبح من الواضح أن إيرانيين
ليس لديهم سبب يدعو للقلق بشأن الحكومة العراقية الجديدة. في رسالة: السلام عليكم أخي، انطو عفو عام، أشو الحدث؟ سمح الطلع إذا عندك معلومة قبل العيد يطلعون لو لا؟ حقيقة لا يوجد أي معلومة. في رسالة: أبو كرار من محافظة البصرة، تحية طيبة، يقول: إلى أهلي بالبصرة أرجو المساعدة، حالتي تعبانة كلش، حليب الأطفال ما عندي، الله شاهد علي أستاذ محمد، هذا رقمي، قول على الشاشة. لا ما راح أقول الرقم على الشاشة، اللي يريد يتواصل، وطبعا اللي يريد يساعد السيد أبو كرار يتواصل، وسنقوم ب إن شاء الله نكون حلقة الوصل. في رسالة: وياك أبو محمود من الرمادي، بعد السلام والتحية، نطالب من حضراتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. في رسالة أخرى لدينا: السلام عليكم، بالنسبة للكاظمي لا يستطيع فعل أو تغيير أي شيء في حال العراق لوجود الميليشيات والأحزاب والمعممين والمتسلطين بالقتل والفساد، وبالنسبة للمقتدى صار لسنين مشارك بالقتل والفساد، حال حال باقي الفاسدين بالأحزاب. تحياتي أبو عمار. أم أحمد تقول: السلام عليكم، أصلا حكومتنا من 2003 لغاية الآن إيرانية، يحكمون أهل العمايم، جايين ينتقمون من الشعب، شو كل هسادة، والصدر هو اللي ذبح وقتل وما حد يحاسبه، جاب لنا جيش المهدي وذاك الخزعلي والعامري والفياض، ذبحوا أولادنا، ليش الدولة ما تجردهم من السلاح؟ أبو ضحى من بغداد يقول: السلام عليكم، تحية طيبة، ونحن نتحدى حكومة العلقمي الكاظمي المجوسي ولا يختلف عن سابقيه، إن كان يدافع عن المتظاهرين فكيف يضع يده بيد هذه الميليشيات ويرتدي زي الحشد ولا يختلف عن سابقيه أو سابقيه، هو أحد عناصر فرق الموت الذي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. في رسالة لدينا: السلام عليكم أخي محمد، الشعب العراقي مدى يصحى؟ أخي هاي مؤامرة على العراق والعراقيين، الكاظمي يسير على نهج الحكومات السابقة كلهم ضد العراق. السيدة أم أنس تقول: أخي نطالب بالعفو العام. في رسالة من أديب، من أديب عبد الله من فلسطين، يحيي أبطال ثورة العراق، إيران المجرمة والصهيونية متفقون على تحطيم العراق، وأدواتهم هي الحشد المجرم ومقتدى الكذا والموساد. طيب، في آخر رسالة سريعا: مخدرات، كريستال، فساد، حكومة طائفية، والبرلمان هذا ما جنينا منه بس إيران. سلامي لك أستاذ محمد. شكرا جزيلا للجميع، نشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.